فيلمنا بيبدأ سنة 1897 مع مهندس الخدع السحرية جون. جون كان مساعد لساحر كبير اسمه أنجر وشهرته دانتون العظيم. وهنا جون بيقول لنا ان اي خدعة سحرية بتمر بثلاث مراحل. المرحلة الاولى اسمها العهد، ودي المرحلة اللي الساحر بيوريك فيها شيء عادي زي طائر مثلا. المرحلة الثانية اسمها التحول، ودي المرحلة اللي الساحر بياخد فيها الشيء ده ويحوله لشيء غير عادي زي انه يخفيه. المرحلة الثالثة اسمها كشف المستور، ودي المرحلة الاصعب اللي الساحر فيها بيرجع الشيء تاني بعد ما اختفى. بس سيبك من الكلام ده دلوقتي، خلينا مع الراجل اللي بيموت ده ساحر دانتون اللي جون المساعد بتاعه، والراجل اللي واقف قدامه ومش عايز ينقذه ده ساحر برضه واسمه بوردن. فبعد ما دانتون مات، المحكمة وجهت تهمة قتل دانتون للساحر بوردن اللي بقى في القفص اهو، وجون جه يشهد في القضية. وجون قال لرئيس المحكمة انه شاف بوردن وهو واقف شايف دانتون بيغرق وما ساعدهوش، وان بوردن هو اللي جاب خزان المية تحت المسرح عشان يغرق دانتون، والجلسة بتخلص على كده. وبيجي بعد كده محامي بوردن في السجن يقول له انا اسمي اوينز، محامي بتاع واحد من الصحراء اسمه كولدلو، وعايز اسرار الخدعة بتاعتك وهدفع لك اللي انت عايزه. فبوردن قال له المساعد بتاعي اسمه فالون، اديله الفلوس وخد منه الخدعه اللي انت عايزها. فالمحامي قال له انا رحت له فعلا بس ما رضاش يديني اهم خدعه، وهي خدعه الرجل الخفي. فبوردن قال له انا عمري ما هفرط في خدعه الرجل الخفي دي ابدا. فالمحامي قال له انت هتتعدم ومحدش هياخد باله من بنتك، ادينا الخدعه وهنرعى بنتك بعد ما تتعدم، وعشان نثبت ولائنا ليك خد عربون محبه هو مذكرات الساحر دانتون اللي انت قتلته، وبيقول فيها انه اتعلم خدعتك السحريه الرجل الخفي بس برضه ما كشفش اي سر عن الخدعه في مذكراته. خليك فاكر مشهد بوردن ومحامي الساحر كولدلو ده كويس عشان هنرجع له تاني في الاخر. وبيدخل يفتح المذكرات وبيقرا كلام دانتون عن الماضي بتاعهم، وبيفتكر لما كانوا شغالين مع بعض مساعدين لساحر كبير، ومرات دانتون كانت شغاله معاهم في الخدع، وجون كان هو المدرب بتاعهم هما الاثنين في الوقت ده. بس بوردن ما كانش عاجبه الخدع السحريه اللي بيعملها الساحر اللي هما شغالين مساعدين معاه. فجون قال له لو عايز تشوف السحر الحقيقي تعال معايا، هوديكوا عند ساحر صيني، واللي هيكتشف منكم سر خدعه السمكه اللي الساحر بيعملها ليه عندي جايزه. وراحوا اتفرجوا، فبوردن اكتشف ان الساحر الصيني بيدعي الكساح وانه بيحط حوض السمك بين رجليه وبيرفعه على الترابيزه. فدانتون روح لمراته واتدرب على الحركه بس ما عرفش. وبعد كده بيتعرف بوردن على ساره في عرض من عروضه وبتبدا علاقه بينهم، وبيروح العرض بتاعهم زي كل يوم، وبيربط بوردن ايد مرات دانتون عشان تنزل في خزان الميه، بس المره دي بيربطها رابطه مزدوجه فما بتعرفش تفك الرابطه وبتموت غرقان. وراح بوردن لدانتون، فدانتون ساله انت ربطت ايديها بعقده سهله ولا مزدوجه؟ فبوردن قال له انا اسف والله بس مش فاكر. وبينفصل بوردن عن دانتون وبتبدا العداوه بينهم، وبيجيب بوردن مهندس خدع جديد اسمه فالون غير جون عشان جون كمل مع دانتون. وبتيجي ساره تقول لبوردن انها حامل، وبيقول لها انه هيعمل خدعه سحريه بالمسدس في عروضه اللي جايه. وبدا بوردن عروضه هو وفالون مهندس الخدع الجديد، بس جاله دانتون في خدعه المسدس وقال له عملت انهي عقده في ايد مراتي، وراح ضارب نار على ايده وقطع له صباعين. وبدا دانتون هو كمان مع جون التحضير للعروض بتاعته، وجون جاب له اوليفيا عشان تساعدهم في العروض وعلمه شويه خدع كده عشان يعملهم في العروض. بس جاله بوردن عرض من عروضه وبوظ له الخدعه اللي كان بيعملها وعور الست اللي من الجمهور، فصاحب المسرح طرد دانتون وجون. فجون قال له لازم نرجع تاني نعمل خدعه مبهره، وقال له بص في معرض علمي خلال الاسبوع ده، روح كده وشوف الاختراعات اللي هناك، يمكن اختراع منهم يساعدنا في قطعه جديده ولا حاجه. فراح المعرض العلمي ولقى الجهاز الكهربي ده اللي كان عامله نيكولاس تسلا، ولقى بوردن هناك فمشي وراه ولقى رايح لمراته وبنته، فاتضايق ان الشخص اللي بوظ له حياته عايش ولا على باله، وبقى يتنكر ويروح يراقب عروضه، فشافه بيعمل خدعه مبهره، وراح قال لجون واوليفيا ما شافش زيها قبل كده، وهي خدعه الرجل الخفي. بيدخل من باب محطوط على المسرح ويطلع من الباب اللي جنبه في ثانيه من غير ما يجيب شبيه ليه، لان صوابعه المقطوعه من الرصاصه بتاعتي باينه وباين انه نفس الشخص. والخدعه دي بقت وش السعد على بوردن، وجاب بيت جديد لساره وبنته. فاوليفيا جابت لدانتون وجون واحد شبه دانتون بالظبط عشان يقدروا يعملوا خدعه الرجل الخفي، وبداوا البروفات مع بعض على خدعه الرجل الخفي وعملوا العرض، والعرض نجح. بس الخدعه كان سياقها ان دانتون بينزل البدروم وشبيهه هو اللي بياخد التحيه، وده ما كانش عاجب دانتون، فحس ان خدعه بوردن احسن، فقال لاوليفيا انه هيبعتها جاسوسه عند بوردن عشان تجيب له الخدعه بالظبط. فقالت له هيثق فيها ازاي؟ قال لها قولي له الحقيقه كلها هيثق فيكي. وراحت فعلا لبوردن وقالت له كل حاجه عشان يثق فيها. بس بوردن كان ذكي وراح قعد مع شبيه دانتون ورشاه وخلاه يبيع العرض بتاع دانتون. ولما دانتون وقع في البدروم في الخدعه عشان شبيهه يطلع، لقى المرتبه اللي بيقع عليها متشاله ووقع على الارض وما لقاش شبيهه، ولقى بوردن هو اللي طالع على المسرح بدل شبيهه. وبوردن جاب شبيهه مربوط وعلم على دانتون وقال للجمهور مسرح الناحيه الثانيه ابو تعالوا شرفوني وسيبكم من الساحر الفاشل ده. ورجل دانتون اتكسرت من الوقعه وراح لاوليفيا اللي اديته مذكرات بوردن اللي سرقتها، بس لقى المذكرات كلها شفرات مش عارف يفكها، وقالت له انها وقعت في حب بوردن. فعشان يعرف يفك الشفرات خطف فالون مهندس الخدع بتاع بوردن، بس ما طلعش منه بحاجه. فبوردن جه عشان ياخد فالون، فدانتون قال له اكتب لي سر الشفرات، فكتب له في الورقه ان سر خدعه الرجل الخفي الجهاز الكهربي بتاع تسلا. وسافر دانتون كولورادو بمذكرات بوردن عشان يقابل تسلا وياخد منه الجهاز الكهربي.
الطبي، وبقى بيكتب مذكراته هو كمان. وراح عند تسلا وقابل مساعد تسلا اللي قال له عايز ايه. قال له تسلا عمل آلة لصديق ليا وعايز واحده زيها وهدفع فلوس كتير. فمساعد تسلا قال له مش هقدر اساعدك. فدانتون قال له انا قاعد في الفندق فكر وابقى تعالى. وقعد دانتون يقرا مذكرات بوردون اللي كان كاتب فيها انه ما يعرفش هو ربط ايد مرات دانتون ربطه سهله ولا صعبه لحد دلوقتي. وكان بيقرا مذكرات بوردون ويكتب مذكراته لحد ما دخل عليه مساعد تسلا. قال له تسلا بعتني ليك عشان يشوفك عايز ايه. قال له عايز الآلة اللي في الورقه دي. قال له طب هرد عليك خلال ايام. وراح فعلا قابل تسلا. فتسلا قال له انت عارف آلة زي دي هتكلفك كام؟ فدانتون قال له مالكش دعوه بالسعر، هتعملها ولا ايه؟ فقال له انا بدات فعلا اعملها بس الموضوع هياخد وقت. وعدت فتره وراح دانتون اول تجربه للآلة وحط الطاقيه بتاعته بس مفيش حاجه حصلت. فتسلا قال له بقى عد عليا كمان يومين كده اشوف الآلة فيها ايه. بس ودانتون قاعد بيقرا المذكرات بتاعت بوردون بيلاقيه كاتب فيها انه حب اوليفيا وانه امرها انها تدي المذكرات بتاعته لدانتون وما سرقتهاش زي ما قالت لدانتون. ولقى كاتب له ان تسلا مفتاح الشفره بس مش سر الخدعه بتاعتي. هو انت فاكر انها ضحي بسري كده بسهوله؟ مع السلامه حبيب قلبي. فراح دانتون لتسلا وقال له انا عايز فلوسي. فتسلا قال له استنى بس بص القطه دي هيحصل فيها ايه. بس برضه القطه ما حصلهاش حاجه زي الطاقيه. فخرج دانتون من عند تسلا متضايق، بس وهو خارج لقى طواقي كتير بره فنده لتسلا وعرفوا ان الاله شغال. بس الاله ما بتخفيش زي ما كانوا فاكرين، دي بتعمل نسخ تانية من الحاجه اللي تحتها. وبيقعد بوردون مع بنته اللي بتقول له عايز اروح جنينه الحيوانات، فبيقول لها عندي شغل والله، وبيروح يصالح مراته عشان كانت حاسه انه بيخونها. وقال لفالون يودي بنته جنينه الحيوانات، وقام واخد بعضه وراح لاوليفيا حبيبته عشان يخون مراته اللي لسه مصالحها. ايه ده؟ وبيروح بعد كده دانتون لتسلا بس بيلاقي المكان مولع وتسلا مش موجود، فبيرجع الفندق يلاقيه سايب له الآلة. وبتنتحر سارة عشان بتكتشف ان بوردون بيخونها مع اوليفيا. وبيبعت دانتون لجون وبيجيبوا منتج عشان يعملوا عرض سحر جديد بالآلة، وبيجرب دانتون الآلة قدامهم وبينجح. That's it, Cutter. He simply disappears. That's not a trick. But he has to come back. There has to be a prestige. Exactly. وبيبدأ عرض دانتون بالآلة وبوردون بيتفرج عليه، وبيختفي دانتون وبيظهر على المسرح من فوق وبينجح العرض. فبوردون راح زعق لفالون قال له شوف لي هو بيعمل ايه، ده ساحر فاشل وبقى أفضل ساحر في لندن دلوقتي. وبعد كده بيروح بوردون العرض تاني وبيطلع مع الجمهور عشان يفحص الآلة، وبينزل بعد كده تحت المسرح عشان يشوف دانتون بيستخبى فين. ودانتون بيدخل الآلة فعلا وبيختفي، بس بينزل في خزان المايه المقفول عشان يجي مشهد موته بتاع أول الفيلم، وبنكتشف إن مش بوردون اللي قتله وإنه كان بيحاول يكسر الإزاز عشان ينقذه بس معرفش. ومات دانتون واتهموا بوردون دخل السجن. وبيجي اونز محامي الساحر كولدلو لبوردون تاني بعد ما فكر. فبوردون قال له هديك خدعه السحريه تديها للساحر كولدلو بس عايز اشوف بنتي. فالمحامي وافق. وبيجي له تاني يوم العسكري يقول له جالك زياره بنتك ومعها الساحر كولدلو، وهوب بيلاقي دانتون هو الساحر كولدلو. ودانتون ما ماتش ولا حاجه وعمل كل ده عشان يدخله السجن وياخد اسرار الخدعه بتاعته. فبوردون قال له انت اللي كسبت بس مالكش دعوه ببنتي. فدانتون قال له يلا يا حبيبتي وخدها ومشي. وبوردون خلاص هيتشنق عشان المفروض ان قتل دانتون. وجون ودانتون بيرجعوا الاله للمسرح عشان دانتون هيبدا يعمل تاني باسم كولدلو. واول ما بوردون بيتشنق في حد بيجي يرمي الكوره بتاعت بوردون لدانتون وبيقتله، وهوب بنلاقيه بوردون برضه. وبنكتشف ان بوردون ليه اخ توأم، كانوا هما الاثنين واحد بيعمل فالون وواحد بيعمل بوردون، واحد بيدخل من الباب وواحد بيطلع منه في الخدعه. وبوردون قطع صوابع اخوه عشان يبقوا زي بعض بالظبط. وبوردون كان بيحب اوليفيا واخوه كان بيحب ساره. فدانتون اللي واخد رصاصه قال له انا كمان قدمت تضحيات لما كنت بدخل الاله ويطلع مني نسخه ثانيه وبسيبها تنزل في خزان الميه عشان تموت، النسخه اللي اخوك شافها بتموت وافتكرها انا واتحكم عليه الاعدام بسببها. فاخو بوردون قال له كل ده مش مهم، المهم ان انا اللي كسبت. والفيلم بيخلص بموت دانتون، وبنعرف ان جون كان بيساعد اخو بوردون بعد ما انقلب على دانتون. وتوتا توتا خلصت الحدود. The second act is called The Turn. The magician takes the ordinary something and makes it into something extraordinary. But you wouldn't clap yet because making something disappear isn't enough. You have to bring it. فيلم ذا برستيج انتاج سنة 2006 بطولة هيو جاكمان اللي هو دانتون وكريستيان بيل اللي هو بوردون وفالون، واخراج واحد من افضل المخرجين وهو كريستوفر نولان. والفيلم ترتيبه 47 في قائمة افضل 250 فيلم في التاريخ. في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة، ولو بتحب قنوات الاسئلة زي اسئلة في الكورة والدين الاسلامي والافلام فاحنا عاملين قناة تانية كده اسمها اختبر معلوماتك، هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن بادخل تبص عليها. بص